الآتي باسم الرب ربنا وإلهنا ومخلصنا ومالكنا كلنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم. معلمنا يوحنا البشير بركاته على جميعنا. ومتى جاء المعز الذي سأرسله أنا إليكم من الآب روح الحق الذي من عند الآب ينبثق، فهو يشهد لي وتشهدون أنتم أيضا لأنكم معي من الابتداء. قد علمتكم بهذا لكي لا تعصروا، سيخرجونكم من المجامع بل تأتي ساعة فيها يظن كل من يقتلكم إنه يقدم خدمة لله، وسيفعلون هذا بكم لأنهم لم يعرفوا الآب ولا عرفوني، لكني قد كلمتكم بهذا حتى إذا جاءت الساعة تذكرون أني أنا قلته لكم. ولم أكن لكم من البداية لأني كنت معكم، وأما الآن فأنا ماض إلى الذي أرسلني، وليس أحد منكم يسألني أين تمضي، لكن أني قلت لكم هذا قد ملأ الحزن قلوبكم، لكني أقول لكم الحق أنه خير لكم أن أنطلق، لأنه إلا أنطلق لا يأتيكم المعزي، ولكن إن ذهبت أرسله إليكم. ومتى جاء ذاك
يبكت العالم على خطية وعلى بر وعلى دينونة، أما عن خطيتي فلأنهم لا يؤمنون بي، وأما على بر فلأني ذاهب إلى أبي ولا ترونني أيضا، وأما على دينونة فلأن رئيس هذا العالم قد دينا، وأن لي أمورا كثيرة أيضا لأقول لكم، ولكن لا تستطيعون أن تحتملوا الآن، وأما متى جازاك روح حق فهو يرشدكم إلى جميع الحق، لأنه لا يتكلم من نفسي بل كل ما يسمع يتكلم به ويخبركم بأمور آتية، ذاك يمجدني لأنه يأخذ ممني ويخبركم، كل ما للآب هو لي لهذا قلت أنه يأخذ ممني ويخبركم.